بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إليكم منظومة تلقين العقيدة للأطفال. الحمد لله عظيم الشان بكل نعمة هو رباني، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمدا. فهذه منظومة مفيدة لينشأ الأطفال بالعقيدة، كي يحفظوا العلوم حال الصغر، فإنه كالنقش فوق الحجر. أرجو لها القبول بين الناس، تكون في التوحيد كالأساس. فمصدر العقيدة الصحيحة الآي والرسول، خذ نصيحة بفهم أصحاب القرون الأولى، من حاد عن أقوالهم مخذولا. وأول السؤال عمن ربي، فهو الإله الحق دون ريب. عرفته بالخلق والآيات، قد استوى في عرشه بالذات. وأمره العظيم بالتوحيد، نهى عن الإشراك والتنديد. والشرك نوعان هما الأكبر، ودونه فيما علمنا الأصغر. له فقط أن تصرف العبادة من دون نقصان ولا زيادة، منها الصلاة والصيام والدعاء، فاحفظ فخير طالب من قد وعى. شروطها الإخلاص والمتابعة، حتى تكون يا بني نافعة. إسلام والإيمان والإحسان، أصول هذا الدين والأركان. كل له بشرعنا تفصيل، بذا أتى معلما جبريل. يجيبه النبي وهو يسأل عن هذه الأركان فيما نقل. وواجب إيماننا بالرسل، لأنهم أهل لذاك الفضل. يدعون للتوحيد والإيمان، والكفر بالأصنام والأوثان. أعدادهم كثيرة، لكننا نؤمن بالتفصيل في من عندنا. 20 بعد 5 قد وردت، أسماؤهم معلومة اشتهرت. الأول المنصور بالطوفان، والخاتم البشير من عدنان. نبينا المبعوث للأنام، جميعهم بدينه الإسلام. فلا رسول بعده ولا نبي، لأنه الأخير منهم يصبي. أخلاقه عظيمة مزدانة، كالصدق والعدل مع الأمانة. واجبنا تجاهه محبته، طاعته تعظيمه ونصرته، وحب آل البيت والصحابة لمن يريد الفوز والإصابة. لا نرتضي عن نهجهم بديلا، فإنهم قد شاهدوا التنزيلا. بفهمهم يتضح المنقولا، لأنهم قد صحبوا الرسولا. وعصرهم أفضل من سواه، كذا أتى نصا بما معناه. كذاك كل مؤمن نوالي، ونبغض الكفار ونعادي. فجنة الرحمن للأبرار، والنار للكفار والفجار. فنسأل الله لنا الإخلاص، والفوز بالجنة والخلاص. فنسأل الله لنا الإخلاص،
والفوز بالجنة والخلاص. فهذه منظومتي قد تمت، بحمده سبحانه قد ختمت. تم هذا العمل بطلب من مدرسة أميمة بنت بشر النسائية لتحفيظ القرآن الكريم. يا سائلا عنها فدار أميمة هي منبر للعلم والتبيان، نسمو بذكر الله ثم بجلسات نتلو الكتاب ونرتوي إيماني.